افتتحت سعادة الأستاذة فايقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة مركز سترة للرعاية الصحية الخاصة في محافظة العاصمة. وخلال الزيارة عبرت سعادة وزيرة الصحة عن بالغ الفخر والاعتزاز بالمستوى المتقدم لتنظيم أقسام المبنى وتجهيزها بالموارد اللازمة. بما يتوافق مع الخطط التشغيليه لنطاق الخدمات الصحيه المستهدف كما ثمنت الوزيره الدعم اللامحدود الذي يحظى به الاشخاص المصابين باعاقات مختلفه في مملكه البحرين من خلال ما توليه الحكومه المقره من اهتمام كبير ومتابعه حثيثه بما يضمن مستوى راق ومتقدم من الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين والمقيمين وفق احداث نظم الرعايه والوقايه والتاهيل وطلعت وزيره الصحه على اقسام المركز واشادت بكفاءه عمل القائمين عليه مشيره الى ان وزاره الصحه تحرص على تعزيز الخدمات المقدمه لذوي العزيمه ايمانا من حرص قياده البلاد باهميه تقديم الرعايه المثلى مؤكده سعي الوزاره وبالتعاون مع الجهات المختصه والشركاء لتحقيق نموذج رائد ونوعي في تقديم الرعايه الصحيه والوقائيه والتاهيليه المقدمه للاشخاص ذوي العزيمه لافتة إلى أن أهم مقومات تحقيق أهداف الرعاية المقدمة هو مسيرة التنمية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى وبدعم لا محدود من لدن سمو العهد رئيس الوزراء نحو تلبية وتأمين مختلف الاحتياجات الصحية وتبني نهج قائم على أساس القيم الإنسانية التي تكفل الحياة الكريمة لشرائح المجتمع كافة في اطار حرص وزاره الصحه على المساهمه في رفع جوده الحياه للافراد وتلبيه احتياجاتهم الصحيه من خلال مراكز تخصصيه حديثه تم افتتاح مركز سترى للرعايه الصحيه الخاصه والذي ياتي ضمن خطط الوزاره لتطوير وتشغيل المراكز بأفضل الإمكانات والتجهيزات بما يعزز منظومة الرعاية الصحية طويلة المدى ضمن باقة الخدمات المقدمة بوزارة الصحة واتساقا مع نهجها في استكمال المشاريع الحيوية في مجال الرعاية الصحية الطويلة والتأهيل لتخدم كافة محافظات المملكة المركز يحتوي على طابقين الطابق التحتي بيكون مركز لخدمات الطب النفسي المجتمعي والتوسع في هذه الخدمات وهذا يعزز سهوله الوصول للخدمات في فرق من طاقم او كوادر صحيه تشرف على عمليه اللي هو تقديم الخدمه والرعايه الصحيه النفسيه للمرضى في منازلهم وتوصيل الادويه الى منازلهم بالنسبه حق الطابق الاول مخصص للمرضى من الاطفال اللي الاقامه الطويله او الرعايه الخاصه ويحتوي على طاقه استيعابيه تقريباً 14 إلى 15 سرير بجميع الكوادر الصحية بجميع الأجهزة مجهز كاملاً. مستوى متقدم لتنظيم أقسام المبنى تم اعتماده من خلال تجهيزه بالمواد اللازمة بما يتوافق مع الخطط التشغيلية لنطاق الخدمات الصحية المستهدفة والتي تأتي وفق أحدث نظم الرعاية والوقاية والتأهيل. بتكون عندنا طبعا حاليا موجود عندنا اربع فرق في الخطوه الثانيه اللي هي تبدا الان ستكون عندنا ست فرق منها اربع فرق للعلاج النفسي للبالغين وفريق لعلاج الاعاقه الذهنيه وفريق لعلاج كبار السن المشاكل النفسيه لكبار السن في الخطوات القادمه ستتحول الى 12 فريق تغطي كل فريق سيكون مسؤول عن محافظه معينه لتغطيتها • حرص متواصل على تقديم كافة الخدمات الصحية والتأهيلية لمختلف شرائح المجتمع نتج عنه مشروع تطوير المركز والذي تم بمعايير عالية وحديثة ستسهم في تعزيز الرسالة الصحية نحو خدمات صحية أفضل توفير الخدمات الصحيه الشامله ورفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز العداله في توزيعها يؤكد على الاهتمام الكبير بالقطاع الصحي في مملكه البحرين من خلال استحداث المرافق وتوفير الكوادر الصحيه المختصه للقطاع الصحي شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين